اهلا بيكم، معاكم تامر صلاح. كنا في الفيديوهات الاخيره بتاعتنا اخر 3 فيديوهات اتكلمنا عن كيفيه ارضاء العميل، واتكلمنا ان انا دايما بسعى ان العميل يبقى ديلايتد، يبقى مسرور، يعني ابقى اعلى من الاكسبكتيشن بتاعته. دي حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان هو ده العميل اللي هيعمل لي بوزيتيف وورد اوف ماوث. وقلنا ان البوزيتيف وورد اوف ماوث دي هي اغلى دعايه ببلاش، اغلى دعايه من حيث التاثير، وانها حاجه مهمه جدا وكبيره جدا ومن افضل انواع الدعايه. في نفس الوقت هي ببلاش، انا مش بدفع للعميل فلوس عشان يتكلم عليا كويس، ولكن هي بتحتاج مجهود كبير جدا وبتحتاج فاليو بقدمها، بتحتاج حاجات كتيره عشان اقدر اوصل ليها. النهارده هنتكلم عن كيس كده بسيطه، او حاجه قصه لطيفه جدا عن عميل ديلايتد، وازاي الموضوع ده اثر على البيزنس ده، او اثر على التوبيك نفسه اللي احنا هنتكلم عنه بشكل كبير جدا. سميناه واو مومنتس، لان كوتلر، فيليب كوتلر الاب الروحي للتسويق، سماها فعلا ديلايتد كاستمر. سمى المومنت اللي بوصل فيها من العميل يبقى ديلايتد، سماها بالواو مومنتس، باللحظات السعاده او اللحظات الانبهار. القصه بتبدا من شخص، طفل صغير عنده 6 سنين. الطفل ده تعرض لمشاكل في المدرسه او لاحراج في المدرسه من المدرسه بتاعته، خليته دايما يخاف من الرفض وبقى عنده عقده من الرفض. الطفل ده لما كبر حاول يبقى عنده البيزنس الخاص بيه، وكان عايز يبقى انتربرينور، رائد اعمال، ولكن كان عنده مشكله كبيره وهي الخوف من الرفض. خايف يقدم البروجكت بتاعه لاي شركه عشان تبقى بارتنر معاه او تموله عشان الرفض. فعمل حاجه لطيفه جدا، قال انا هتعود على موضوع الرفض ده، ان انا هنزل اسال الناس طلبات غريبه جدا بحيث ان هم يرفضوني، واتعود على الرفض ده. وسمى التجربه بتاعته دي 100 يوم من الرفض، او 100 days of rejection، وقال انه هيصور التجربه بتاعته دي بشكل كامل عشان يرجع يبص عليها ويشوف رد فعله ويحاول يتعلم منها. التجربه طبعا اول يومين ابتدى برفض طبيعي، يعني لان هو كان بيطلب طلبات غريبه شويه، فكان الطبيعي بتاعه ان هي تترفض اول مره، في تاني مره، ولكن المفاجاه جت من اول اليوم الثالث للتجربه. راح كريسبي كريم كالعاده، عايز يطلب طلب غريب، طلب من من العاملين هناك ان هو عايز دوناتس على شكل علامه الاولمبياد، اللي هي 4 أو 5 سيركلز في بعض. طبعا طلب غريب وعجيب، والبديهي ان حد يقول له لا، يعني مفيش، خدهم لوحدهم وانت تصرف، او يقول له ده مش متاح. الغريب ان جاكي العامله هناك قبلت الطلب بتاعه ده باهتمام غريب وشديد، ومفيش اي تريقة ولا اي هزار ولا اي حاجة، اهتمت جدا بالطلب بتاعه، وجابت ورقة ورسمت انت عايز شكله عامل ازاي، واهتمت انها تعرف الالوان كمان اللي هو عايزها. 3 ساعة وراحت جايباله الطلب بتاعه على شكل الاولمبياد، دوناتس على شكل الاولمبياد فعلا، وقالت له كمان ان هو فري، من عندها هدية مش هتاخد فلوس. مش عايز اقول لكم بقى مدى الانبهار بتاع صاحب التجربة بتاعتنا، ما كانش متوقع ده خالص، ان حد يهتم فعلا بالطلب الغريب بتاعه اللي هو عارف انه غريب ويقدمه له، وكمان يقدمه له فري بدون اي طريقة بدون اي حاجة. فدي كان بالنسبة له واو مومنت، كانت حاجة غريبة جدا اثرت فيه جدا وخلته يفكر في الموضوع بشكل مختلف. الفكره دي او الكيس دي اتذكرت في الكتب، واتذكرت برضو في كتاب كوتلر الاخير ماركتنج 4.0 عن الواو مومنتس. شوفوا ده موضوع مثلا من 5 سنين على ما اتذكر يعني، او من 6 سنين، لغايه دلوقتي الكتب بتذكره، ولغايه دلوقتي الناس بتتكلم عليه، واسم كريسبي كريم بيذكر، والعامله دي جاكي بتذكر، وناس بتتكلم عنها من موقف واحد بس تم بتلقائيه. يعني من شروط الواو مومنت دي ان حاجه تلقائيه واعملها بشكل مميز وتبقى بيرسونلايزد، ان انا ازاي يعني احاول اقدمها لك انها حاجه مخصوص ليك وتبقى حاجه بيرسونلايزد شويه او شخصيه شويه. هو ده عوامل نجاح الواو مومنت. اتكلمنا خلاص، فهمنا فكرة الديلايتنج، وان انا اخلي العميل مسرور، وازاي ده بينعكس، يعني مش شرط بقى كل الناس هتذكر في الكتب، ولكن موقف زي ده بيخلي العميل مبسوط وبيتكلم عليك بشكل افضل، فيؤدي الانتشار اكتر للشركة او المنتج بتاعك. التجربة دي فرقت كتير مع صاحب التجربة ومع الناس، وبقى هو حياته افضل، وبقى يتكلم عن التجربة دي كتير وعملها في كتاب. احنا نستفيد منها بعض الحاجات.
اولها حاجه هو ذكرها نفسه ان انت غير تقبل الرفض طبعا، ان انت تشوف نفسك ليه، يعني التصرف بتاعك بيبقى عامل ازاي. يعني هو كان بيشوف الفيديو بعد ما يلاقي نفسه بيتخض بشكل ملوش لازمه يعني، او فوق العادي، مش محتاج ان هو يتخض بالشكل ده، يلاقي نفسه كان خايف بشكل كبير، كان المفروض هنا يتكلم شويه، كان المفروض يتناقش شويه. ده في البدايات. مع الوقت لما بيشوف غلطاته بيعيد تاني ويتاكد ان هو ازاي احل وازاي اطور من نفسي. ودي اول درس يعني نستفيد منه، ان انا ممكن لو اقدر اصور او لو اقدر اراجع يعني المواقف بتاعتي، وان انا اعيدها تاني، اعيد نظر ليها بشكل تاني. حاجة تانية جميلة جدا تفيد الزملاء اللي شغالين في السيلز اكتر، وبرضو كنيجوشيشن كتناقش بشكل عام، ان هو في احد ايام التجربة كان من ضمن الطلبات الغريبة انه يخش يخبط على الناس يقول لهم انا عايز ازرع ده عندك في الجنينة بتاعتك. طبيعي ان الناس ترفض، فدخل عند اول شخص قال له انا عايز ازرع ده عندك في الجنينة، فرح قال له لا ده الطبيعي. فهو هنا كان ابتدى بقى يتطور شوية ومهاراته تتطور في الرفض، فسأل قال له ليه لا، يعني ايه المشكله لو انا زرعتها عندك ليه بترفض. وده هنا حتى الزملاء في السيلز عارفينه ان هو البروبينج، ازاي استفيد اكتر او اسال اكتر عشان اعرف الاوبجكشن ليه او الاعتراض على ايه. وهنا كانت الاجابه المفاجاه ان هو قال له مش عشان حاجه، يعني طلبك مش غريب قوي بالنسبه لي، بس انا عندي كلب مربي، فاول ما هتحط الزرع ده هيروح مبوظه ورميه فخساره يعني. وراح قال له طب خلي بالك بقى، زميلتي قدام جارتي بتحب الموضوع ده جدا وهتوافق على الموضوع ده. شوف انت هنا من الرفض ان انا كنت همشي، ان انا سألت، عملت دونت يعني ما افترضتش، ودي الرول اللي عارفها كل بتوع السيلز، دونت اسيوم، لا تفترض. انت افترضت ان هو يعتبر طلبك غريب، لا هو عنده مشكلة تانية. فلما سألت موضوع جاب انتراكشن وجاب تو ويز كوميونيكيشن وحوار، في النهايه انتهى ريفيرال، خلاك تعمل عمل لك ريفيرال لزميله تانية او جاره تانية، وفعلا راح لها وكانت مبسوطه جدا وسعيده، وكان مصور الصوره كمان بتاعه الزرع، اعتنت بالزرع ووافقت على الزرع. فانت حولت الرفض لفرصه، هاو تو تيرن ريجكشن لاوبورتيونيتي. ده كان باختصار الكيس والتجارب اللي هو ذكرها واستفاد منها. كلنا طبعا يعني انا لما قريت التوبيك ده وشفته وكلمت عنه قبل كده في ارتكل، ممكن تشوف فيه الصور وكل حاجة ليه علاقة بيه، استفدت جدا وعجبني جدا عدم الرفض، انك ازاي تعمل بروبينج وتستمر وتحاول تتغلب على المخاوف بتاعتك او الكومفورت زون بتاعتك، تطلع براها، لان في النهاية النتائج هتكون افضل. شكرا ليكم، واتمنى ان شاء الله كده تتابعونا في كل الفيديوهات الجاية، واشوفكم على خير. شكرا.